مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في مكان جميل ورائع في اوتاوا اسمه ريدو كانال. ريدو كانال، كلمة ريدو خلينا نحكي لكم شو معناها. معناها الستائر باللغة الفرنسية، واجت الكلمة لأنه في هون زي شلالات عاملة زي منظر ستائر، فإجا هذا الاسم ريدو كانال. تم حفره لسبب عسكري، لأنه لما صار كانت الحرب مع الولايات المتحدة بين بريطانيا والولايات المتحدة عشان كندا، كان بدهم باسج أو طريق إنهم يوصلوا المونة والأشياء العسكرية بين مونتريال وكينغستون، وعشان هيك حفروا هذه القناة اللي طولها حوالي 202 كيلومتر أو 125 ميل. خلينا نورجيكم شغلة في هذه القناة. تعتبر هذه القناة من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها في أوتاوا. المشي عليها والرياضة خاصة بالصباح في شيء رائع، لكن هذا المكان very special في الوينتر، لأنه لما تتجمد هاي المية بيصير هذا أطول مكان ممكن تعمل عليه تزلج في العالم. احنا عملنا فيديو عن هذا بالشتاء، حاط لكم لينك عشان تشوفوه. اللي بيميز هذا المكان انه كل العالم تيجي بالشتاء تتزلج عليه، يعني حتى الدنيا برد درجة الحرارة 25 تحت الصفر، ولكن بيضلهم يحبوا هذا المكان، ويعتبر من الاماكن اللي كل الناس بتيجي بالشتاء عشان تزور اوتاوا عشان بس تتزلج عليه. زي ما انتم شايفين في شغلة هون اسمها لوكس. طبعا مدينة كينغستون اعلى من مدينة اوتاوا، فعشان هيك المية لما تنحدر توصل لمكان لازم السفن بدهم شغلة اسمها لوكس، اللي هي عبارة عن صدور صغيرة. السفينة بتيجي من الغاز، بنزلوا المية بوصلوها لهون، بعدين بنزلوا المية بتنزل لهون، وهلما جرة هون في سبعة عشان يوصل لنهر اوتاوا. هلا اللي انتم شايفينه هون عبارة عن بوابات بتفتح وبتسكر، لكن في شغلة مهمة انه في الجوفرمنت اوف كندا في وظيفة اسمها لوك ماسترز، هذا بس وظيفته يفتح ويسكر هاي البوابات. طبعا هذا الوقت بكون مرحبا هذا الوقت بكون بس بالصيف، بالشتاء لانه هاي تتجمد المية فما بيقدروا يحرقوها. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.